تمام بخير. بعد تخدم الفرنسية لينا كاملة واستمتعتوا بالعربية ديالنا بعدا مزيان. مرحبا بكم كاملين، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ بغيت نسمع التصفيقة ديالكم شي شوية. أنا كون ناشطين، مرحبا بكم. وميمة مرحبا بك، سا ديزير نتخافي أفيكوم دو بارتاجي لا سير. شكرا لكم على الحضور. والعاملين على هاد الدورة 24 تكريم اللي تكرموا يعني، وخصوصا لاله ماما صفية. كنشكر الصحافه ما شاء الله على الحضور ديالكم انتما، كنشكركم جزيل الشكر. عندي رجوع للفن والميدان الفني بحكم انا كنت غبت واحد المده معينه بحكم اتجاهي للعمل الجمعوي تاسيسي لجمعيه اشقر عين زيتون للتنميه والثقافه، ومن هذا المنبر كنحييهم وحيي كنا حبيباتي، كنقول لهم اميراتي لان مناضلات نساء في القريه والقرى كيناضلوا الحمد لله من اجل يعني الصمود صامدات. لكن انا كفنانه فاعله في هذا الميدان ممثله في السينما والتلفزيون، اكيد انه الميدان كان اشتقيت له، وهذه احسن فرصه وافضل فرصه باش نحضر مع هذا الحضور الرائع ما شاء الله المكثف من الناس، من الحضور، من الصحافه، من يعني من الزملاء والزميلات يعني الفاعلين في هذا الميدان. عندنا اكيد امل كبير في الموجه يعني ديال المخرجين والمخرجات الشباب، اكيد انه غادي يضيفوا اللمسه ديالهم، وانا اكيد كممثله سينمائيه كنقول لهم ام وارين فور يو كول، يعني they can call me يعني يتصلوا بيا، باش خصوصا اذا كانت هناك سيناريوهات جيده، لان انا معروف عليا كنتقي السيناريوهات ديالي والاعمال ديالي باش نبقى عند حسن ظن الجمهور المغربي داخل وخارج الوطن. انا غنتكلم على التجربه الشخصيه ديالي. سفرياتي في العالم لم تمنعني يعني مع عمرها ما منعتني باش نشتغل في الميدان ديال السينما ولا في التلفزيون. اكيد انه كتزيدنا كتضيف لنا تجارب، يعني الانسان ملي كيسافر على برا كيضيف له يعني كتضيف له تجارب وكتضيف له يعني معرفه ومعارف، كتقوي اكيد كتقوينا يعني كفاعل في هذا الميدان. ونتمنى انه ان شاء الله بحول الله يكون الرجوع ديالي يتوج بعمل سينمائي، خصوصا انه اشتقت للسينما، اشتقت للسينما يعني بواحد الطريقه يعني وي المومون افوزمون ديالي معاه كانت ناجحه تبارك الله، وعرفتني باقا كتعاود لحد الان باقا كيقول لي مرات العوني، وغيبقى هو دائما كيقول له فينا يا فرح، وانا يبقى يقول لي فينا هو العون، غيبقى ضاهر في ظهري وانا في ظهره تنموتو. اما بالنسبه لي انا كممثله سينمائيه وتلفزيونيه شامله كنفتخر بالاعمال اللي قمت بها لحد الان، ولكن كنفتخر اكثر بالعمل الجمعوي اللي كنقوم فيه اللي كنقوم به حاليا. بصراحه انا مفتخره به بزاف 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 لانه بصراحه يعني عملنا واحد الاعمال جميله بزاف. جوهري تحياتي يعني بصراحه انا فرحانه بزاف لانه الاخوان كامل اللي كنتلاقاهم هنا الزملاء ديالي هما فرحانين اللي شايفيني، وانا فرحانه اكيد وفرحانه بكم انتم الاعلام، لان كتزيدوا تاكدوا انه الاعلام يعني ما كاينش فن بدون اعلام. يلا يخطوكم علينا، ماشي كنقول لكم ماشي يعني باش تقولوا سي ماشي ضريفه العفارات، كتعرفوني انا جو سي ديغاك كنقول دائما الحق، والصحافه كتقول دائما الحق. الله يخليني دائما عند حسن ظنكم وظن الجمهور. شكرا جزيلا، تحياتي لكم. انا كنعتبره من احسن المهرجانات اللي كاينين عندنا في المغرب، فرحانه لانني كنشارك في جوج ديال الاعمال اللي كينافسوا في المسابقه الرسميه. العمل ديال كمال سميتو وحده الحب، اللي عنده واحد القصه جميله جدا وتحمل واحد الرساله رائعه، هي رساله انسانيه جميله جدا. كاين فيلم كذلك مشاركة فيه اللي سميتو الوترة ديال الفنان دريس الروخ، واللي غادي تشوفوني فيه كذلك في واحد دور مختلف. وفنان يعني القصه انا كنظن بانها غادي تشد المشاهد بزاف، لان فيها واحد المزيج من الدراما والفكاهه والغناء، وهي كل حاجه عندها الطعم ديالها الخاص. اكيد التلفازه يعني كتقربني بواحد الشكل كبير من المتفرج المغربي، من الناس المغاربه اللي كيتبعونا عبر الشاشه التلفازيه. عاوتاني السينما عندها واحد
واحد كيقيسك في الروح ديالك، لان كتحس بواحد الفخر ملي كتنتمي للشاشه الكبرى، يعني كتحس بانك كتوصل واحد الرساله فنيه، كتشتغل مع مبدعين اللي كيقوموا بواحد الابداع بواحد الطريقه اللي هي متقونه وعندهم الوقت باش يبدعوا فيها. دونك السينما حتى هي عندها واحد الطعم خاص. الحضور ديالي انا في المهرجان، وانا عندي فيلم وثائقي اسمه جوك لو ديرني دي ملاح، اخر واحد في الملاح، غيدوز غدا ان شاء الله في العشيه مع 5:30 هنا في القاعه ديال كابس بارتيل. المهرجان الوطني هو سنوي، تنتلاقوا فيه، تناقشوا فيه افلام، تنشوفوا افلام الاخيره، وهذا عرس الحمد لله. هذه القاعة الجميلة ديال طنجة، المسرح الجديد، نتمنى باش يكون بحال هذا في المغرب كله، لأن مخ مخ خارج ديال الثقافة المغربية.